النهاردة هنشرح تنين اللعبة فعلا. أوريليون سول مصنف من الشخصيات الميج، بيلعب ميد لين بس. الباسف بتاعتك عبارة عنك كل لما بتدمج في الأعداء بسكيلاتك هتجمع ستاكس، وكل سكيل هتستعمله على العدو هيلم ستاك وهيحسن من نفسه. الكيو بتاعتك عبارة عنك بتبخ نار في وش العدو لمدة 3 ثواني وربع، وهتعمل عليه دامج من 3 ل 11 زائد 7.5% ability اساسي، وبقية الاعداء اللي حواليه هيتعمل عليهم 50% من الدامج ده. كل ثانية العدو هيتضرب من الشعاع ده هيتجمع عليه شكل النجوم ده، وهتفاجئ وهتعمل من 20 ل 40، زائد من 40 ل 80 من HP العدو، زائد دامج الستاك. ودامج الستاك حاجة لا تذكر، هو 31 من 1000، لازم تجمع منه كتير علشان تطلع دمج. كل ثانية بتبخ فيها النار بتجمع ستاك، ولما بتجمع الستاكس المطلوبة منك في الكيو وتماكس لحد ليفل 5، ساعتها هتبخ النار على طول، مش هيبقى ليها كل داون، هتفضل شغالة معاك طول ما معاك مانا. الدبليو بتاعتك عبارة انك بتيجي وبتكشف المنطقة اللي حواليك، ومفيش اي CC بيأثر فيك وانت طاير، ولو ضربت الكيو وانت طاير مش هيبقى ليها كول داون وهتفضل شغالة معاك، وكمان هتعمل دامج اعلى وهيبقى من 114 ل 120%. اول لما بتنزل على الارض بيبقى ليك 3 ثواني، لو قتلت فيهم عدو هيرجع لك 90% من كول داون الدبليو، وكل ستاك بتجمعه بيعلي رينج الطيران ل 62%. تالت سكيل عبارة عن ثقب اسود بيتعمل في الارض لمدة 5 ثواني، وبيعمل دامج للعدو من 2.5 ل 7.5 زائد 10% ability اساسي على كل ربع ثانية العدو واقف في الخرج، وبتفضل تسحبهم لمركز الخرج، واي حد ال HP بتاعه هيبقى تحت 5% هيفرقع، وبتزيد ل 2.5% على كل ستاك انت بتجمعه. بعد لما الخرج بيقفل بيجيلك 1 ستاك على كل ثانية العدو كان واقف فيها، و5 ستاك لو قتلت عدو او وحش كبير من وحوش الجنجل، و10 ستاك للدراجون او البارون، والكانون 3 ستاك، المينيون 1 ستاك. كل ستاك بتجمعه يزود نص القطر الداخلي والخارجي للخرم بنسبة 15%. الالت بقى عبارة انك بترمي نجم من السماء على العدو، وبينزل بعد ثانية وربع، وبيعمل دامج لكل الاعداء اللي بينزل عليهم من 150 ل 350، زائد 65% ability اساسي، وستان لمدة ثانية وربع. كل عدو هيتضرب هيتجمع عليه 5 ستاك، لما بتوصل لحد 75 ستاك هيتبدل النجم ده بنجم كبير، لما بتحدفه على الارض بينزل بعد ثانيتين، وبتعمل من 187 ل 437، زائد 81% ability اساسي، وبترفعهم لفوق لمدة ثانية وربع. وبعدين بتحصل موجة ضخمة بتوسع في الماب لمدة 3 ثواني، بتعمل دامج لكل الاعداء اللي موجودين في المحيط ده، والدامج من 150 ل 350، زائد 60% ability اساسي، وسلوب نسبة 75% لمدة ثانية، وهيبقى متشاف لمدة ثانية ونص، وهيزيد رينج المحيط ده طول ما انت بتجمع ستاكس. يخرب بيتك وقت شوف عبارات ولا ايه ده، استنى، ايه ده بيدور عليا.